في البرميل سيؤثر تأثيرا سلبيا على إرادة الدولة التي تعرف عجز في ميزانية الدولة ب 1500 مليار دولار، وهذا مما سيزيدها عجز آخر. كثير من الخبراء يتكلموا على تنويع الإيرادات خارج المحروقات كي لا يتضرر فيما هو سيأتي. سيتأثر جانب السياحة الجزائري سيتأثر، وبالتالي على استراتيجية الدولة أن تتنوع إلى السياحة الداخلية.